لكل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في نسل. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين، ورسول الله وافى رحمة للعالمين. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين، ورسول الله وافى رحمة للعالمين. وكتاب الله يهدي لسناه الحائرين، وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. وكتاب الله يهدي لسناه الحائرين، وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يا أخي المسلم والإسلام دين للإله، بحماه قد تساوى كل فرد بسواه. يا أخي المسلم والإسلام دين للإله، بحماه قد تساوى كل فرد بسواه. فبلال كعلي ليس من فرق ترى، كلنا لله عبد وله تعالى الجبال. فبلال كعلي ليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والإله العظيم الذي عبدناه حق العبادة، والذي نشكره في ليلنا ونهارنا على النعم التي لا تعد ولا تحصى، والتي من أعظمها تلك النعمة الكبرى ألا وهي نعمة الإسلام الذي أنقذنا الله تعالى به من الجاهلية الجهلاء وضلالتها العمياء إلى هدي الإسلام ونوره، فأحيا بهذا القرآن قلوبنا وأثلج صدورنا ونقى سرائرنا وجمع شملنا ووحد صفنا وراءب الصدع فيما بيننا حتى أصبحنا أمة هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلله الحمد ولله الفضل وله المنة. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد دائما الذي نعيشه مع أهل العلم والفضل. أولا أذكركم بالموضوع الذي كنت قد طرحته في اللقاء الماضي للأهمية، ومن ثم أتابع رحلتي معكم في اللقاء نفسه بإذن الله تعالى، ونعطي الفرصة لأنفسنا ومن ثم لعالمين الفاضلين أن نتحدث قبل أن نتلقى مكالماتكم أو المشاركة في هذا البرنامج. معنا في هذا اللقاء الضيفان الكريمان والعالمان الفاضلان، الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، أهلا وسهلا ومرحبا. ومعنا كذلك الدكتور عمر محمود السامرائي الواعظ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أيضا باسمي وباسمكم أرحب به وبالضيفين الكريمين، حياكم الله. أذكر بأن الموضوع الذي طرحناه في اللقاء الماضي ألا وهو موضوع ثقة المسلمين بعلمائهم، لا شك بأن ثقة المسلمين بقيادتها الفكرية وقيادتها الدينية وقيادتها السياسية أمر شرعي، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلت فيه القيادات كلها
لأنه الإنسان الكامل الذي كمله ربه الكمال الإنساني صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وأعني بأهل العلم إخواني من كانوا على المستوى الذي يؤهلهم لهذا المقام، وهم الذين يحرصون الحرص كله على أن يتمثلوا خطى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم حقيقة ورثة الأنبياء. وهذه الثقة التي كانت بين الأمة وبين علمائها تركت آثارها الإيجابية في كل الميادين، إن في ميادين السلم أو في ميادين الحرب أو في ميادين الجهاد أو في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكانوا المرجع الذي يرجعون إليه. ولعلي ألفت النظر إلى عظم هذا الموضوع وقضية الثقة، إلى أن العلماء هم الضابط، وإن صح التعبير فهم صمام الأمان للأمة، حتى لا يترك الأمر لطبقة معينة مثقفة تثور فيها العواطف بقراءتهم لكتب ثقافية ما، دون أن يكون عندها الضوابط الشرعية التي تحكم تصرفاتها في حياتها. ولذلك ربنا سبحانه لعظيم قدر أهل العلم قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالدكتور مصطفى إن شاء الله أطرح السؤال التالي عن مكانة العلماء العاملين في الإسلام وما جاء في ذلك من نصوص شرعية، لو تكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة كما تفضلتم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. وهذه مفخرة ومكان عظيم. الله سبحانه وتعالى حصر خشية الله سبحانه وتعالى بأسلوب الحصر في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتقون الله حق التقى، الذين يراعون حدود شرع الله حق الرعاية، الذين يحرصون على الالتزام بأحكام شرع الله على الوجه الصحيح، هم العلماء الواعون، العلماء الذين يدركون مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأمور. طبعا عندنا في الشريعة الإسلامية، في القواعد الشرعية العامة، كل منحة يقابلها تكليف. الله سبحانه وتعالى أعطى العلم وأعطى هذه المكانة، جعل عليهم مسؤولية عظيمة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى بين هذه المسؤولية عندما رفع قدرهم في هذه الحياة الدنيا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أعطاهم هذه المكانة في قلوب الناس في الحياة العامة للمسلمين، حملهم هذه المسؤولية، مسؤولية حراسة شرع الله سبحانه وتعالى، فهم الأمناء على شرع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذه المكانة، مكانة العالم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، صلى الله عليه وسلم. لا شك العابد له درجة وله فضل، عمله الصالح، ولكن في الغالب أن العابد يكون صلاحه لنفسه ويكون أثره على غيره محدودا، أما العالم فهو كالسراج يضيء للأمة، والعلماء هم الذين يثبتون مثل الجبال الراسية التي تثبت الكرة الأرضية عن الميدان والانحراف، كذلك العلماء
وجودهم في الأمة يثبت هذه الأمة منهج حياتها، استقامتها على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. محاسبة الناس، طبعا هم يعطون من أنفسهم القدوة للالتزام بشرع الله، لا شك. ويحاسبون غيرهم من المسؤولين من الحكام وإذا كان العالم ربانيا تجد كلمته صدى في نفوس الحكام وفي نفوس المحكومين أيضا، ولذلك هم سرج الأمة. صح. العلماء مكانتهم عظيمة ومسؤوليتهم عظيمة في الإسلام. شكرا لكم. حقيقة يا إخوتي هم صمام أمان، ونعني بالعلماء العاملين، وقد شهدنا من هؤلاء من كانوا حقا مرجعا بكل شيء. إذا ثارت عواطف الرجال والشباب رجعوا بعد ذلك إلى عالم أمتهم العامل، فعند ذلك توقفوا عندما يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، هذا حلال وهذا حرام، وذلك لأنهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقف هنا قليلا لأقول، لا يعني أننا إذا جعلنا العلماء هم القدوة والأسوة والمرجع أن نلغي مكانة الإنسان في الإسلام، بل يبقى الإنسان مكرما عند الله تعالى. ولعل الدكتور عمر يلقي الضوء على هذه النقطة التي أثرتها الآن، حتى لا يظن الظان إذن نحن إذا رجعنا إلى علمائنا وهطلنا عقولنا في هذه الحال، فما مكانة هذا الإنسان في الإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لكل إنسان قدره، لا لجسده وطوله وعرضه، بل لعقله وإمكاناته وتقواه. دكتور عمر. الحمد لله رب العالمين، على فقاهر وبطن فخبر، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الصفوة من خيرة قريش ومضر. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه، خلقه الله تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وصوره على صورته، وأسجد له الملائكة المقربين، وجعله أفضل الموجودات والمخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دكتور عمر، لا أقطعك، لا ولا أخطا عليك الحديث، لكن كلمة وخلقه على صورته لئلا يتوهم بعض الناس أن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحب أن نوضح على صورته، أي على هيئته التي يوم أن خلقه الله عليها. طيب فضل. ومن فضل الله على هذا الإنسان أنه قال له: وسخر لكم ما في الأرض جميعا. وهنالك أثر إلهي يقول: ابن آدم، خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك، فلا تشغل بما هو لك عما أنت له. ابن آدم، لا تطلب غيري وأنا لك. الله أكبر. فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك. صحيح. وفاتك الخير كله. ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. الله أكبر. أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. الله أكبر. وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. والناس في نظر الله سبحانه وتعالى سلكوا طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول يوصل إلى الله تعالى ومرضاته، والطريق الثاني يوصل إلى الشيطان وغوايته. هذا كما قال أهل العلم. فالمؤمنون هم الذين عملوا الصالحات، ائتمروا بأوامر الله وانتهوا عن مناهيه ونواهيه، وقفوا عند حدود الله. هؤلاء درجتهم عالية عند الله سبحانه وتعالى،
يصلون إلى أعلى الدرجات، إلى درجة الملائكة الأعلى من ذلك، والذين خالفوا أمر الله يكونوا تكون منزلتهم إلى أسفل الدركات. يكون في نظر الله هذا الإنسان المخالف لأمر الله والمخالف لشرع الله كما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الصلاة والسلام في طريق فمع أصحابه الكرام، فوجد رجلا مقتولا والدماء منه تسيل، فسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه: من الذي قتل هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه سطى على الغنم ليسرقها فهجم عليه كلب الغنم فقتله. الله أكبر. فصلوات الله وسلامه عليه قال ثلاث كلمات هن جوامع الكلم، قال عن هذا الرجل المقتول: قتل نفسه وأضاع عديته وكان الكلب خيرا منهم. الله. قتل نفسه لأنه اعتدى وأضاع عديته، فالدية لا تؤخذ إلا من الإنسان، وكان الكلب خيرا منه لأنه خائن لربه ولمال صاحبه والكلب أمين، والله تعالى أعلم. لكن طبعا مكانة الإنسان في الإسلام يا إخواني، هذه كما تفضل الدكتور عمر، يبقى الإنسان مكرما عند الله تعالى، ولقد كرمنا بني آدم، فهو الذي يأخذ بيده إلى الهاوية كما تفضل وأشار الدكتور في هذه الحادثة، فهو الذي قتل نفسه وأهانها، وهو الذي أضاع ديته، وهو الذي نزل بمكانته إلى هذه المنزلة. أما فالإنسان المكرم عند الله تعالى هو الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وزينه بالفهم، والذي أعطى من نفسه ما أراد الله سبحانه ليكون مستخلفا على هذه الكرة الأرضية، يعبد الله وحده دون سواه، ويطأطئ هامته لله في عبادته كذلك لا يطأطئه لغيره. هكذا هو الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم المواقف أكثر من أن تعد أو تحصى، حيث كان يعطي لكل إنسان قدره ومكانته. ابن مسعود كان قصيرا في قامته، ما كان الرجل الذي يشار إليه بضخامة جسمه، خرج يوما يتسلق شجرة ليخرص الرطب، فتبسم بعض الصحابة من دقة ساقيه، فعلم النبي ذلك لما رأى من مقالتهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وإن ساقي ابن مسعود لتزينان عند الله كذا وكذا. فالإنسان يا إخواني لا يعلو لا بضخامة جسمه ولا بجماله، فكل ذلك زائل. وابن مسعود ذلك الجبل الشامخ الأشم، نذكره عندما نذكر العلم ونذكر الفقه ونذكر التقوى ونذكر التضحية ونذكر الجهاد، مع أنه ما كان كغيره من رجال قريش بضخامة جسده. دكتور مصطفى، فيما يتعلق إذن بدور العلماء ودور الإنسان في الواقع الذي لعبه المسلمون على مر التاريخ، هناك مواقف حبذا لو ذكرنا من هذه المواقف ما نبين مكانة العلماء في الجهاد، وأعني بالجهاد جهاد الكلمة، التقوى، النصح، كيف كانوا بطانة العلماء، كيف كانوا بطانة الحكام الحقيقة، ليذكروهم فيتذكروا إن شاء الله تعالى. العلماء هم القادة الحقيقيون للأمة لا شك، هنالك قيادات سياسية، ولكن القيادة السياسية لا تستطيع السيطرة على قلوب المسلمين، على قلوب الأمة، إلا عن طريق العلماء. ولذلك بعض المفسرين يذهب إلى تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر الحقيقيون هم العلماء، لأنهم هم الذين يتمكنون من توجيه الناس، توجيه المسلمين وإثارتهم وتوجيه إلى الهدف الذي يريده الإسلام. في التاريخ الإسلامي كله نجد أن الساسة والحكام عندما تأتي إليهم الخطوب ويتكالب الأعداء يلجؤون إلى العلماء.
كم من عالم في خطب الجمعة أو في خطبة على ملأ من الناس أثار الهمم ووقف وقفة الصمود، فكان في وقفته تحويل ميزان القوى لمصلحة المسلمين. التاريخ الإسلامي مليء بوقفات للعلماء، سواء تجاه انحرافات في داخل المجتمع أو وقفات في وجه أعداء الإسلام من الخارج. وقفات الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان في فئة هائلة كادت أن تؤدي إلى انحراف في الأمة في عقائدها، تحمل السجن وتحمل الضرب وتحمل الأذى، وعندما قيل له يعني تنازل عن شيء أو أول شيئا أو كذا، فقال أخرج الناس، انظر إلى الناس ينتظرون مني كلمة صحيح، وإذا قال هذه الكلمة في زلتي تكون زلة العالم. ولذلك هو يصبر ويصمد وهو يرى الموت أمام عينيه ولا يقول كلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية في حروب التتار كان له مواقف، وهو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله كان الناس فئات وتوجهات كثيرة صحيح. ولكن بوقفته الصامدة وتشجيع الأمراء والحكام كانت له دور. الإمام عز بن عبد السلام والله له مواقف مع انحرافات بعض الحكام في عصره، عندما رأى أمير دمشق يتآمر مع الصليبيين ضد أخيه في أمير مصر أو سلطان مصر، وإذ به يخرج ويخرج الناس معه إلى أن يأخذ عليه العهد بأن يقطع كل صلة له مع الصليبيين صحيح، موقفه مع المماليك في مصر يعني هذه حادثة تؤرخ، لازم أبناء المسلمون يدركون هذه الحادثة، كيف تكون مكانة العالم عندما يريد أن يعيد الحق إلى نصابه. عندما تطاول هؤلاء بعض الحكام سمحوا بالخمور في مصر وغيرها، وإذ بالشيخ يأمرهم فلم يسمعوا منه، فقال الشيخ إما أن تلتزموا بأمور الشرع وإلا سأصدر فتوى بأنكم مماليك ولا يصح ملككم صح. أنتم أرقاء لبيت مال المسلمين. فعندما رفضوا استهزأوا به، خرج الشيخ من البلد، قال لا أسكن بلدا لا يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. وماذا يملك الشيخ إلا ميضاءته إبريق الوضوء وسجادته، وركب على حمار وخرج من البلد من القاهرة. عندما خرج تسامع الناس بخروج الشيخ، قال كيف يخرج الشيخ ونحن نبقى، فخرجوا، وإذ بيجد المماليك أنفسهم أنهم سيكونون بدون شعب صحيح، فأرسلوا إلي يسترضون الشيخ، عد وسيكون لك ما تريد. قال لا أعود إلا أن تباعوا على ملأ ويزود عليكم في المزاد العلني ويعاد ثمنكم إلى بيت مال المسلمين، فسمي بسلطان. يعني هذه مواقف هائلة رائعة تكاد تكون يعني خيالية، ولكن التاريخ أثبتها والعلماء ذكروها في كتبهم. في الحقيقة هذا موقف يدلنا على مدى ما كان عليه الناس وعلى الثقة التي كانت بينهم وبين أهل العلم في مواقف. هذه المواقف تثبت أنهم تعلقت قلوبهم بالله، ما كانوا يلهثون وراء الدنيا ولا متع الدنيا. أن عندما تحولت هذه المفاهيم وتغيرت بالأصح وتحولت المواقف فهناك أسباب، نريد أن نقف على هذه الأسباب باختصار إن شاء الله، ولكن أرى أن ثمة مكالمات أقف عند بعضها ثم بعد ذلك نعود دكتور عمر دكتور مصطفى لحديثنا. ألو؟ ألو؟ نعم يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله على هذا البرنامج النافع اللي نافع به المسلمين. الله يرضى عليك. بارك الله فيكم بحضرة الشيوخ في هذا الشهر الكريم. الله يبارك فيك. سؤالي خارج عن الحلقة ولكن حبيت أستفسر.
عندما يقال أشهد أن الموت حق، هل يقال معها والحياة باطلة؟ ما معنى والحياة باطلة؟ طيب. أم هذا قول ليس له من صحة؟ طيب. وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته. طيب ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. محمد الله يخليك يا فضيلة الشيخ. تفضل. سألت سؤال بخصوص صلاة الجمعة. عفوا يا ليت أخي الكريم، يا ليت أخذ تخفيف صوت الجهاز عندك، تخفيف للصدى. تفضل سؤال. إن شاء الله. تفضل يا أخي. بخصوص بس عندي سؤال. نعم. بخصوص صلاة الجمعة. نعم. عندما الإنسان يأتي ويكون يكون الخطيب على المنبر. نعم. أيوة يكون على المنبر. نعم. ويعني هل يجوز يعني صلاة ركعتين؟ نعم. يعني هل هي سنة أم فرض؟ طيب. يعني بس أبغى أتأكد يعني. إن شاء الله إن شاء الله. هي سنة أم فرض يعني؟ طيب. مؤكدة. أم يعني الإنسان بس يجي إلى المسجد ويجلس إن شاء الله الخطاب. تستمع الإجابة بعد قليل. وأما السؤال الثاني. نعم. الله يخليك، بخصوص يعني الإنسان. نعم. يعني بتجي فتنة بعد الأحيان. كيف؟ يعني بتجي فتنة طال عمرك يعني. نعم. يعني بينفجر بعد الأحيان، فيجلس في المقاهي ويجلس يعني مع يعني رفقاء. نعم. فهذين الرفقاء يعني فيودونك يعني أماكن. نعم. هي يعني غير محترمة بالنسبة للمسلم. نعم. فلهذا يعني أضع يعني نصيحتك يعني للشباب. طيب. على أساس يعني يكونوا يعني يعرفون الدين أول شيء يعني. إن شاء الله إن شاء الله. فنصيحة منكم لجميع الشباب إن شاء يعني. الله بارك الله بك وأمثالك يا أخي. الله بارك الله. ألو. ألو نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي سؤال وهو من ناحية الصدقة. نعم. أنا لا يعني ما أشتغلش ولا أعمل، ولكني أعيش مع أبي، فهل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي سواء كان طعام أو مال؟ نعم. وهو راضي عني. نعم. يعني هو غير راضي. هو غير راضي عن الصدقة؟ لا راضي هو عني. خلاص. نعم. والسؤال الثاني. نعم. يعني فاتتني صلاة العصر والمغرب. نعم. ودخل علي وقت العشاء. نعم. فهل أصلي الفائتة بعد صلاة العشاء أم أصليها لليوم الثاني بعد صلاة الصبح؟ طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم أهلا وسهلا. يا مرحبا. مع السلامة. طيب نكتفي الآن قليلا أخواني. طيب تفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم. تفضلي. ألو. ممكن سؤال؟ أحد حبة تخفيف الأصوات قليلا عندك يا أختي. نعم. تفضلي. سؤالي هل يقرأ على المريض الآيات القرآنية أو إن وجدت أحب أعرفها؟ طيب شكرا. طيب إن شاء الله نستمع بإذن الله. نكتفي الآن، نقف قليلا عند الأسئلة ونعود بعد ذلك إلى موضوعنا الذي كنا نتحدث فيه. السؤال الأول أخي الكريم نحيله للدكتور عمر. الأخت سألت الموت حق، أشهد أن الموت حق وأن الحياة باطلة. هل هذا قول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى كون الحياة باطلة؟ الذي ورد في أحاديث كثر الذي يحضرني الآن الحديث الذي يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وحديث آخر الدنيا عرض زائل والموت حق، هذا كذلك ورد في الحديث الموت حق. وكيف يكون الموت حق؟ لأن كل إنسان كل شيء في هذا الوجود مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، فالموت حق واقع على كل إنسان، والإنسان لابد أن يفارق هذه الحياة ويؤخذ به من هذه الدار إلى دار القرار، إلى دار لا فيها أنيس ولا جليس. والدنيا سمي الدنيا هي إما لدناءتها أو لدنو أجلها. نعم.
فرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما عرج به في ليلة المعراج رأى امرأة عجوز شمطاء عليها من الحلي ما لذ وطاب، فلما سأل جبريل عن هذه المرأة العجوز قال هذه الدنيا تمثلت له بهذا الشكل، نعم، وما بقي من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه العجوز. الله أكبر. فبعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هي علامة من علامات زوال هذه الحياة. شكرا لكم. طبعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ألا وهو الموت، فهو حق كما تفضل الدكتور يا أختي. أما كون الحياة باطلة لعل المراد بذلك بأنها زائلة. طيب دكتور مصطفى، سأل الأخ عن صلاة ركعتين عندما يدخل لصلاة الجمعة فيرى الخطيب على المنبر يعني يتحدث، أيصلي ركعتين أم يجلس، وماذا ينوي، هل هما سنة أم فرض كما قال الأخ الكريم؟ العلماء يقولون إنها سنة وينوي بها تحية المسجد، ما ليست فرضا، ولكن كان يخطب ودخل أحد الصحابة فجلس فقال هل ركعت ركعتين؟ أصليك الغطفاني. نعم. قال لا، قال قم فاركع ركعتين. صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه ولو كان الخطيب يخطب فإذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد وهما سنة وليست فرضا. عفوا دكتور مصطفى، تنبيه آخر لو تكرمتم، أحيانا بعض الناس يدخلون فيجلسون، فإذا انتهى الخطيب مثلا من خطبته الأولى قام بعضهم فيصلي الركعتين، هل يا ترى يصليهما كم بهذه الهيئة أم ذهب وقتهما؟ تحية المسجد بمجرد جلوسه انتهى وقتها عند الجمهور. عند الجمهور وبين المالكية عندهم ينبسط بأدائها. نعم. أتوقع الذين يصلون ركعتين بعد الخطبة الأولى هم الذين يقولون أن هنالك سنة قبلية لصلاة الجمعة، فبهذه النية يصلون، ولكن الأفضل والله أعلم الذي أرى أن إذا صلى الركعتين كان بها عند الدخول، ما صلى فلا يصلي بعد جلوسه، ولأن خاصة أن خطبة الإمام ستستمر، يعني بعض صحيح. الخطبة الأولى الخطبة الثانية، نعم. فإذا فات هذا الوقت لا يعيد هذه الصلاة. طيب. بنية سنة الجمعة القبلية أو بسنة تحية المسجد. المسجد الله أعلم. دكتور عمر، طبعا أخ سأل أيضا، هناك طبعا فتن تعرض هذه الفتن وتزين لأصحابها، فدار الأخ الكريم يقول عن موضوع قرناء السوء والجلوس على الطرقات بالنسبة للمهقاهي واستخدام مثلا أو أداة أدوات الضارة كالشيشة وغيرها، مع أنه كان هناك تحذير والدولة في دولة الإمارات حذرت حقيقة من هذه الأمور، فيريد نصيحة تتوجهون بها للشباب الذي نخشى من الضياع عندما يذهب وقته ويضيع هذا الوقت في أمور عائلاتها الضرى عليه وعلى أسرته وعلى قرنائه. بسم الله. ورد أن عالما من العلماء وهو الشيخ محمد فيض الزهاوي الكردي الأصل رحمة الله عليه، وهو كان في زمانه مفتي لبغداد أبان الدولة العثمانية، معروف الشيخ محمد فيض الزهاوي، يقال أنه نظر في المرآة فرأى صورته قد تغيرت عما كانت عليه، فتعجب مما رأى، فكلم زوجته قال يا أم سعيد رأيت في المرآة شيخا كبيرا عاش حتى تعرف الأهوال، قلت كم عشت؟ قال 90 عاما. قلت ماذا رأيت فيها، يعني في هذه الحياة؟ نعم. قلت ماذا رأيت فيها؟ فقال أكلات دفعتها فضلات وشروبا أرقتها أبوالا، الله، وثيابا لبستها فاخرات ثم انتزعتها أسمالا، الله الله، وديارا سكنتها عامرات ثم ودعتها أطلالا، كل ما في الوجود لا شك يفنى ثم يبقى وجه الإله تعالى، سبحانه وتعالى. الدنيا يا أخي زائلة، الدنيا زائلة، والذي يدوم هو وجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يوم القيامة يندم على كل لحظة
مرت في هذه الحياة. الإنسان كان مؤمنا أو كان غير مؤمن يندم على كل لحظة مرت بغير طاعة الله بغض النظر عن معصية الله صحيح. سبحانه وتعالى. فالإنسان محاسب له ساعات محدودة بل أنفاس معدودة صحيح. يحاسب عليها يوم القيامة سبحانه وتعالى يحاسبه ربه. فيحاسب الإنسان عن الوقت، الوقت ثمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الإنسان يحاسب عن كل ما مر في حياته صحيح. يحاسب عن صديق السوء، يحاسب مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير صلى الله عليه. فالجليس الصالح ما أحب يرشدك إلى الله، والإمام والإمام الناصح والصديق الصالح من يدلك على الله مقاله وينهضك حاله صحيح. نعم. شكرا دكتور على هذه النصيحة، ونحن نتوجه بهذه أيضا إلى أبنائنا وإخواننا جميعا حتى لو كانوا غير مسلمين، وذلك حتى لا يضيع الوقت سدى فيما يعود بالضرر على هذه الأمة. كم تنفق الأمة، كم تنفق الحكومات على مثل هذه الأمور من مخدرات، من خمور، من هذه الشيشة، من ضياع الوقت. والأمة بحاجة أن تغتنم هذه الدقائق من حياة هذه الأجيال كي تغنم الأمة وكي تسطر هذه الأمة ما سطر أسلافها من عزة ومكانة. السؤال من الأخ من ليبيا دكتور مصطفى تسأل عن الصدقة من مال أبيها، ومن ثم فاتتها صلاة العصر والمغرب حتى حان وقت العشاء، هل يا ترى تصلي المغرب العصر والمغرب قبل صلاة الصلاة الحاضرة يعني العشاء، أم تؤجل هاتين الصلاتين لليوم التالي لو تكررتم؟ بالنسبة للصدقة الله أعلم، يعني إذا كانت تعلم بأن والدها يسر إذا اطلع على هذه الصدقة، يعني إما أن يكون هو قد وكلها بالتصدق من هذا المال، فطبعا هي تتصرف في حدود هذه الوكالة. أما إذا كان الوالد غائبا والمال بين يديها أو لإنفاق البيت، وكانت تعلم بأن الوالد إذا اطلع على هذه الصدقة وهذا التصرف يسر بذلك، فلها الأجر ولوالدها الأجر أيضا إن شاء الله كذلك. أما إذا كانت تشعر يعني دائما الإثم ما حاك في النفس، إذا كانت تريد أن تخفي من والدها، تخفي من الأم، وتقول لو اطلعوا قد يعني يغضبون عليها أو ينهون أو كذا، لا تفعل هذا الأمر، وتكون على بينة من أن المال مال أبيها، وإذا كان خصص المال لإنفاق الأسرة لإنفاقها فلا يجوز أن تتصرف إلا بإذنه. طيب. أما بالنسبة للصلاة التي فاتت، فالأولى إذا كانت أقل من 5 صلوات فاتت الصلاة فتقضيها أولا بالترتيب، فاتت صلاة العصر تقضيها أولا ثم المغرب ثم بعد ذلك تصلي الوقت. أما إذا كثرت إنسان تاب بعد أن كان يهمل صلوات سقط الترتيب إذا زادت عن 5 صلوات، فعندئذ لو أرادت أن تصلي مع كل صلاة تقضي صلاة، أو كان عندها وقت تقضي صلوات يوم كامل مع أحد الأوقات، فكل ذلك جائز قال به أهل العلم الله أعلم. المريض هل يجوز أن نقرأ القرآن عليه كرقية على سبيل المثال وتكفيرته؟ قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وكلامه البليغ البديع الوجيز: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول في آية أخرى: قل هو هدى للذين آمنوا هدى وشفاء. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. صحيح. أقف مع عالمين جليلين كبيرين. العالم الأول هو الإمام سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، يقول: عجبت لأربع كيف يغفلون عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل عن قوله تعالى: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد قالها أيوب، فقال له الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالغم
كيف يغفل عن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فقد قالها ذو النون، فقال الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قوله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل سر من أسرار الله، قالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم، يعني هذه الكلمات لما ألقي في النار، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والرابعة عجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. العالم الآخر إذا يسمح لي فضلة الشيخ، العالم الآخر هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرحمه الله، يروي عنه تلميذه ابن القيم في كتابه المدارج، يقول كان إذا نزل بشيخ الإسلام مرض أو عمت به بلية يضع يده على موضع الألم، وكثيرا ما حدث هذا، ويقرأ آيات السكينة. وإذا يسمح لي يعني آيات السكينة واضحة، هي ستة آيات في ست آيات في كتاب الله. الآية الأولى في سورة البقرة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. صحيح. والآية الثانية وآيتان في سورة التوبة، الأولى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والآية الثالثة كذلك في سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى أن قال فأنزل الله سكينته عليه يعني. وثلاث آيات في سورة الفتح، سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. الآية الخامسة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية الأخرى، الآية السادسة في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بارك الله بكم، ما أجمل هذه المعاني يا إخواني. فإذا هذا المريض الذي ممكن أن نقرأ القرآن، حبذا دائما أن نذكر الله تعالى قبل أن يتوجه الإنسان إلى الأسباب فقط المادية، وهذا مطلب شرعي، التوجه والأخذ بالأسباب المادية مطلب شرعي، لكن لا ننسى أبدا هذا. قد يمرض بعض الناس ينسى ربه تماما وينسى مثل هذه الوصفة الربانية والتي كان الرسول يأخذ بها عليه الصلاة والسلام ويدفع الأموال الطائلة، والرسول يقول داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، هذه الوصفة ما تكلف كثيرا. فلو أن الناس تذكروا مثل هذه وفعلوا ذلك، كم يا ترى كانت سببا من الأسباب التي تحول دون وقوع البلاء بإذن الله. هناك مكالمات، لكن أقول لإخواني أستسمحكم ولو دقائق معدودة، لأني في موضوعي الذي نحن ندور في فلكه الآن، هناك نقطة هامة جدا بعدما تحدثنا عن هذه الثقة التي كانت وما زالت والحمد لله، وإن كانت يا ترى تمر بفترات ضعف كالخط البياني الذي يصل إلى الذروة ثم ينحدر. دكتور مصطفى والدكتور محمود للمشاركة إن شاء الله، يعني أنتم الآن ترون أن هذه الثقة قد أصبحت فيها شيء أو هي تزعزعت، ما أسباب زعزعة الثقة التي حصلت بين عامة المسلمين وبين علمائهم؟ نعم، حقيقة هذه نقطة مهمة جدا. أعداء الإسلام عندما أدركوا دور العلماء في تثبيت عقيدة الأمة وتوجيه الدفة، وتوجيه الدفة عند وجود الخطر المحدق بهم كيف يثيرون المسلمين، فالقيادة الحقيقية كما قلت للأمة هم العلماء، أدركوا هذا الدور فحاولوا بشتى الأساليب أن يضعوا حواجز بين العلماء وبين عامة المسلمين، وأن يلقوا شبهات وشكوك لزعزعة ثقة الناس بعلمائهم. صحيح.
والحقيقة هذا الأسلوب يعني أسلوب متبع بين الأعداء الإسلام عامة حتى في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكي يزعزعوا ثقة المسلمين برسول الله عليه الصلاة والسلام اتهموه بالشعر، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكهانة، اتهموا أنه يريد الزعامة على، وعرضوا عليه هذه العروض عندما ناقشوا لكي يترك دعوته. في العصر الحديث عندما بدأت كفة أعداء الإسلام ترجع في نواحي مادية وفي تقدم صناعي وغير ذلك، احتلت بلاد المسلمين بقوة السلاح. طبعا كان هنالك تقصير من المسلمين، لا نجد بلدا من بلاد المسلمين تحرر إلا كان بقيادة العلماء. في كل بلد قام العلماء بالنداء إلى الجهاد في سبيل الله، وشجعوا الناس على البذل والتضحية، ورغبوهم في الجهاد. فوجد أعداء الإسلام أن هذه القوة الهائلة عند العلماء في التمكين من إثارة الناس ضدهم، وجدوا بأن هذا الأمر إذا استمر لا تبقى لهم، يعني لا يبقون في بلاد المسلمين بأي شكل. فعملوا على مخططات في غاية الدقة وفي غاية التأثير. نعم بعض المخططات كانت سريعة باعتقال بعض العلماء، بزجهم، بنفيهم، بغير ذلك، ولكن العلاج البطيء الذي يؤدي إلى نتيجة حتمية خططوا له على عدة مستويات. المستوى الأول، هذه المؤسسات التي تخرج العلماء وتخرج طلبة العلم ليس بالضرورة أن يدمروها بين عشية وضحاها، ولكن باسم التطوير وباسم يفرغوها من مضمونها ومن مناهجها التي تنشئ هؤلاء العلماء الربانيين. وكان لهم ذلك في كثير من العالم الإسلامي، مؤسسات علمية عريقة ضخمة كانت منطلقات الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام، فرغت من محتواها باسم التطوير فصارت مناهج ضحلة لا تنشئ علماء ربانيين، علماء على قدر من لقيادة الأمة. هذه ناحية. الأمر الثاني، حاربوا العلماء في لقمة عيشهم. الشهادات التي يأخذونها من هذه المؤسسات وغيرها من المعاهد الشرعية لا يعترف بها ولا تسوى بالشهادات العامة في الجامعات وغير ذلك. الأمر الثالث، سلطوا إعلامهم بشتى الوسائل، وإلى يومنا هذا بكل أسف نجد في كثير من بلاد المسلمين تخرج مسلسلات تسيء إلى العلماء وتسيء ويعني تعطيهم صورة مزرية، صورة لا تليق بعالم عالما يتبوأ مكانة القيادة بين المسلمين. فتلفيق هذه الأمور عن طريق النكتة وعن طريق الأحداث التي لم تقع وربما قد تكون وقعت من بعض الناس، بعض العلماء هفوات، ولكن يقيسوه على جميع العلماء للأمة. بهذا التخطيط الرهيب استطاعوا أن يزعزعوا ثقة المسلمين في كثير من علمائهم. شكرا لكم. دكتور عمر، أيضا أود لكم إضافة فيما يتعلق بموضوع الأساليب التي سلكها أعداء الإسلام من أجل انتزاع ثقة الناس من علمائهم، لأنهم يعلمون أثر العالم العامل على هذه الأمة في توجيه دفة الأجيال من ناحية العقدية، من ناحية السلوكية، من ناحية الأدبية، حدث ولا حرج. فياليت، هل هناك أسباب أخرى كما تفضل الدكتور مصطفى تضيفها؟ نعم أستاذ، إذا أمكن، الإمام الحريري رحمة الله عليه، رحمه الله، وصوره صاحب المقامات معروف، وديع الزمان، ويقول نعم وديع الزمان الهمذاني والإمام الحريري، نعم، أيضا يقول، يتكلم عن الصدق ومكانة الصدق عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الصدق لا بد أن يثمر الثمار الطيبة، الصدق وخاصة مع الله سبحانه وتعالى. فيقول عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وبغي رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. الله أكبر. العالم
مأخوذ هذا الاسم أو هذه التسمية من العلم، والعلم هو الجبل، المنشآت في البحر كالأعلام، يعني الراسخات الثابتات في الأرض، الأعلام هي الجبال. وسمي العالم عالما لرسوخه وثباته، يعني لا تزعزعه الرياح، لا تحركه مهبات ومطبات الرياح، أبدا يكون ثابتا راسخا على عقيدته ثابتا. يذكر التاريخ عن قاضي القضاة أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه أنه عاتبه الخليفة: لماذا رفضت شهادة وزيري؟ الوزير جاء إلى القاضي ليدلي بشهادته فرفضه قاضي القضاة أبو يوسف، قال: لا أقبل شهادتك، لأنني في يوم من الأيام سمعتك تقول للخليفة لهارون الرشيد: أنت سيدي وأنا عبدك، أنت سيدي وأنا عبدك. فعاتبه الخليفة قال: سمعته في يوم يقول لك كذا وكذا، فإن كان صادقا فالعبد لا تقبل شهادته، وإن كان كاذبا فالكاذب ملعون. الله أكبر. فأعظم شيء يصل به الإنسان المؤمن العالم إلى قلوب الناس هو صدقه مع الله. صحيح. سبحانه وتعالى، متى ما كان صادقا مع الله صدقه يثمر الثمار الطيبة. الله أكبر. نعم. والإخلاص مع الله كذلك. الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل: إني أحب فلانا فأحبوه. صحيح. فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. صحيح. وهذا الإخلاص والصدق أهم شيء عند العالم. هذا صحيح. إذن إخواني، قضية انتزاع الثقة هذه التي حدثت وما تفضل به أصحاب الفضيلة، الحقيقة هذا غير من فيض، فسلكوا كما قلنا كل الأساليب أو الأساليب كلها من أجل أن تنزع الثقة، حتى إذا تكلم العلماء في أمر يوجه دفة الشباب والأجيال سخروا من ذلك. ولعل الدكتور مصطفى أشار إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي قضية أحيانا بعض المسلسلات التي تجعل هذا العالم وهو ممثل يلبس بعد ذلك زي العلماء ويقوم بتصرفات فيها من السخرية والضحك ليضحك الناس. أنا أقول وأتحدى، لماذا يا ترى لم يصوروا غير علماء المسلمين بهذه الصورة؟ لماذا؟ أتحدى إن كانوا يجرؤون أن يجعلوا أي واحد حتى لو كان من ديانات بشرية، نعم، لم يرد فيها بأصلها وحي من السماء، لو صوروه بهذه الصورة هل سكتوا على ذلك؟ فلماذا يا ترى التركيز على علماء المسلمين؟ هذا أمر كل منا عنده الجواب. ولذلك يا إخوتي أناشدكم وأناشد أهل العلم، هذا الذي احتل هذه المكانة أن يحتلها في قلوب الناس كما تفضلتم، بسلوكه، بحاله، بقاله، بصدقه، بمواقفه التي لا نريد نحن أن نقول هذا الكلام الذي يلاك على ألسنة، بل نقول العلماء الذين هم على قدم النبوة صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ بعض المكالمات ونعود إن شاء الله. السلام عليكم. ألو. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على البرنامج. الله يرضى عليك. وبس في استفسار بخصوص صلاة الركعتين اللي هي تحية المسجد أو السنة. صلاة ركعتين تحية المسجد. نعم. فضل فيها شيوخنا الكرام. نعم. اللي حصل إنه إحنا اللي نعرفه إنه إذا صعد الخطيب أو الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم. وبالفعل هذا هو الرأي الصحيح. نعم. اللي بيحصل اليوم إنه يعني بالذات اليوم الجمعة أو أي جمعة في صلاة الجمعة بيجوا الناس متأخرين في الصلاة. نعم. فبيجي بده يحصل له مكان ليصلي هالركعتين هدول. نعم. فبيخلي الناس تتشتت أفكاره، يعني الكل بيكون يسمع للخطيب. نعم. ومنفعل وواعي شو اللي بيحكيه. بيجي واحد أو بيجي اثنين أو ثلاثة. صح. أو عشر أو عشرين بدهم مكان بأي طريقة. نعم. فبيصير بصير هذا يزيح هاي، هذا يصير يزيح هاي. نعم. بيصير هذا يطالع على هاي وهذا يطالع على هاي. صحيح. فمعناته ما في بقى للخطبة أي أهمية أو أي شيء، السبب لأنه هالركعتين هدول. نعم. فصحيح أنه الواحد يجي ويجلس خلاص، لأن نعم. الجامع بيكون مليان. طيب. فمن وين إحنا نحصلهم مكان لحتى يصلوا هالركعتين؟ طيب إن شاء الله. في سؤال ثاني. تفضل. بخصوص انه ليش الناس بتنفر من العلماء، الناس ما تنفر من العلماء، بس هي اللي بيحصل انه حاليا علماءنا الأكارم ما بيحطوا او ما بيصفوا اللي بيصير في حياتنا او واقعنا الحالي، بيخبرونا عنه بما يحدث بالقديم.
نعم. كل اللي بحثون عنه عن اللي قديم، نعم. حروب القديمة، حروب نعم. اللي فاتت، نعم. عن شهدائنا القدماء يعني، نعم. لكن اللي بيصير حاليا ما بدمجوه معه حتى يفهمونا ويشجعونا شو اللي صار وشو لازم نساوي. هذه أيضا لفة طيبة، إن شاء الله نستمع. حياكم الله، شكرا لأخي الكريم، بارك الله بك يا أخي. ألو، السلام عليكم. ألو، تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو. الله يرضى عليك، حلي أيامكم والمسلمين جميعا. الله يخلينا إياكم يا رب. تفضلي. في سؤال مشان الصلاة، إقام الصلاة. نعم. أول ما بيقيموا الصلاة بيقول نويت أن أصلي مثلا 4 ركعات فرض الظهر الحاضر. نعم. هل يجوز من ذلك أن يقول الواحد؟ هل يجوز أن يقول هذا الواحد يعني؟ لما ما بده يقول هالشي هذا. اي نعم، تفضلي ان شاء الله. اي نعم نعم، واضح. نعم، بس هذا سؤالي. ان شاء الله نستمع الإجابة. لك في عندي مقولة ممكن اقولها؟ بس ما يكون طويل ان شاء الله. مو طويلة، تفضلي. طيب، يا مغرور بهالدنيا تأمل. نعم. وهيئ الزاد لسفر طويل. صحيح. بكأس الموت تفنى كل نفس وتفنى الناس زيل بعد زيل. وينتصب الصراط على جهنم. لا يبقى لا حب ولا خليل. منهم من يلذ كلمح برق ومنهم من يصب على الحميم. يفر الطفل نحو الأم باكٍ ودمع العين على الخدين تسيل. قالت له حيد عني يا بني وانا واقف بمحاسبة الذليل. إن هدوم الدنيا دامت لا محمد أبا الزهراء ختام المرسلين. صلى الله عليه وسلم. شكرا كثير. شكرا يا أختي الكريمة. وإن كنا نحن بعد طبعا ما استمعنا هذه الأبيات التي فيها التذكير بالموقف الذي ينتظره البشر عامة، وهو لا شك بذلك حاصل وواقع حيث قدر الله تعالى، ولكن طبعا أختي الكريمة ننصح دائما عندما نقرأ مثل هذه أو غيرها أن نضبطها بضوابط اللغة، لأن اللغة العربية يا أختي هي لا شك لغتنا، وينبغي إن شاء الله أن نحرص على أن نتكلمها، لا نغوص على المعاني ولا نتقعر ولا نتفيقه، لكن إنما نحن نقولها بالشكل السليم. بارك الله بك يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. أهلا يا أختي، تفضل. إلي سؤالين بخصوص حلقة اليوم إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، ما هي السبل التي نتبعها في تربية أولادنا حتى يأتي بإذن الله تعالى الجيل المجاهد المؤمن؟ نعم. الذي لا يخشى إلا الله. نعم. وهل يعتبر أو تعتبر تربيتنا هذه جهاد لنا؟ نعم. السؤال إن شاء الله. الآخر، نعم. أريد أن تقوى ثقتنا في علمائنا. نعم. بعدما فقدنا الثقة في الحكام وفي جهات الإعلام. نعم. ما هو رأيها عندما توجه أصابع الاتهام للمؤمن الصادق الذي، نعم. أراه واحدا من الصحابة، نعم. يمشي على الأرض، نعم. القائد البطل أسامة بن لادن، نعم. ويشرفنا أن نفتخر بمثل هذا الإنسان، نعم. والكل يتخلى عنه حتى في كلمة تثبيت أو نصر، نعم. أرجو شكراً لك أن يقوون العلماء، نعم. حتى فقط بالكلمة، نعم. ينصروه بالكلمة إن شاء الله خير، بارك الله به. لكن أنا أحب أن أقول لأختي إن شاء الله لا، ما نفقد إن شاء الله ثقتنا بحكامنا بإذن الله تعالى، فيهم الخير يا أختي، لأن الثقة ينبغي أن تكون بيننا، وإذا حصل لو فرضنا هناك شيء من الفتور أو كذا فهم مستعدون أن يستمعوا إلى كلمة النصح والناصحين، ونقول فيهم الخير، لأننا كما قلنا وكنت اليوم أتحدث في خطبة الجمعة عن هذا الموضوع، وذلك حتى لا يحصل هناك شرخ بين الشعوب وبين ساستها، وإن شاء الله ندعو لهم بالخير، وندعو الله أن يسدد خطاهم ويجمع كلمتهم. يوم الجمعة قد يشوش أحيانا ويلهي الكثير عن الخطبة التي يؤديها الإمام، فكيف نوفق بين ذلك ونصيحتكم دكتور مصطفى؟ يعني نصيحتي أن يعني الأصل هاتان الركعتان، نعم. هما سنة مؤكدة لمن يدخل المسجد، نعم. وإذا كان دخوله أو صلاته هاتين الركعتين يؤدي إلى تشويش، يؤدي إلى لعدم وجود مكان أو غير ذلك، فليقلد الإمام أبا حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول لا صلاة والإمام يخطب. طيب. يعني الإمام أبو حنيفة يقول أن هذه سنة، والاستماع إلى خطبة الإمام واجب،
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. صحيح. ومن لغى لا جمعة له. الإمام أبو حنيفة يرى أن الاستماع إلى خطبة الجمعة واجب. طيب. وصلاة الركعتين سنة فلا سنة مع الخطبة. هكذا عند الإمام أبو حنيفة. ولكن العلماء قالوا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر الصحابي بأن يقوم ويصلي الركعتين فإذا يعني في طلب أن أما إذا أدى إلى تشويش أدى إلى اضطراب لا وجود في مكان كما قال الأخ السائل فعندئذ يمكن أن يجلس ولا يصلي ولا يأثم بذلك إن شاء الله. وخاصة إذا حصل هناك تخطي الرقاب لأن بعض الناس نشاهدهم مثلا يأتي متأخرا ويتخطى الرقاب للصفوف الأولى. يا أخي هذا لا يجوز وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وبهذه المناسبة ننصح طبعا المسلمين الذين يأتون مبكرين أن يحتلوا المواقع في الصفوف الأولى وأن يسدوا الفرج حتى لا يبقى هناك أمكنة خالية ثم يأتي بعد ذلك من يتطلع إلى الثواب فيؤذي الناس بهذا التخطي. دكتور طبعا عمر لماذا ينفر الناس من العلماء؟ طبعا قال السبب أنهم لا يعايشون الواقع ليسوا جميعا. والحقيقة إخواني هناك أحيانا ونحن نستمع لخطب جمعة قد تكون هذه الخطب تقليدية. صحيح نحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكات طيبة نقرأها على صفحة علمائنا العاملين، لكن أحيانا بعضهم لا يعايشون الواقع فيتكلمون مثلا كلاما حفظه الكثير من الكبار والصغار بحاجة إلى أن يتعرفوا. لكن ما رأيكم بهذا؟ خطبة الجمعة نعم. لابد أن تدور في الساعات التي يعيش فيها المسلمون، تعالج مشاكل. نعم نعم. تعالج المشاكل، يواسي ويداوي جراحهم ويوجههم الوجهة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، يشد من عزائمهم، يدعو إلى ثباتهم، يلم جراحهم. العالم لابد أن يكون لا يقتصر على الأمور فقط الشرعية أو الأمور الفقهية، لابد أن يعالج الخطيب ما يدور في حال المسلمين في هذه في الأوقات التي يعيشها، يقال لك الساعة التي أنت فيها. نعم. فلا بد للخطيب أن يعالج الأمور. صحيح. يعني إذا أصاب المسلمين مصيبة أو جر لا بد أن يرشدهم ولا بد أن ينصحهم ولا بد الثبات والصبر والمصابرة والمرابطة والمجاهدة لا بد أن يكون. يعني هي المهم أن تكون الخطبة فعلا فاعلة، يعني لا أن يكفي مثلا حتى لو حدث على سبيل المثال بمناسبات معينة، جاءت مناسبة غزوة بدر على سبيل المثال وما كان فيها من أحداث، يعني لا نكتفي بالسرد التاريخي، إنما مع هذا السرد التاريخي الموجز يمكن أن نقف على العبر على الدروس التي نستلهمها من هذه الغزوة التي كانت عظيمة بقدرها، ولكن وإن كان العدد قليلا طبعا لكن ليست القضية بالكم بل أحيانا بالكيف. لذلك يا إخواني فعلا خطبة الجمعة ينبغي أن تكون فاعلة ومؤثرة تعالج قضايا الناس وتضعهم، خاصة في هذه الأيام التي خف فيها إعطاء الإنسان من نفسه وقتا يستمع فيه لعلماء العاملين. طيب دكتور مصطفى تفضلوا. الحقيقة يعني لا شك خطبة الجمعة يعني لها دور كبير جدا، يعني الناس يخرجون من بيوتهم لمدة ساعة مجبرون للاستماع إليك. صحيح. يعني هذه فرصة عظيمة لمناقشة أمور كثيرة، عرض الإسلام، حقائق الإسلام، ترغيبهم في الإسلام، حل مشاكلهم، أمور قضايا الساعة يعاش. ولكن يعني كأني سؤال الأخ السائل يعني أوسع من دائرة خطبة الجمعة. كثير من علمائنا جزاهم الله خيرا يعني يعيشون عصورا قديمة مع الكتب اللي جعل بعض الناس يقولون أنه هذا ما هو عايش في عصره. صحيح. يعني قضية معرفة الواقع وفقه الواقع وثقافة العصر وماذا يدور، يعني أن يكون العالم الذي يرشد الناس ما يكون على إلمام بما يدور في ساحة العالم. صحيح. ماذا يجري للمسلمين أعداؤهم، ما هي الوسائل التي يخططون بها لضرب المسلمين، كيف يعني توغلوا في المناهج الدراسية في وزارات التربية في العالم الإسلامي وحرفوها، كيف يعني رفعوا قدسية القرآن الكريم وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صار يقول عنها رجعية وكذا، كيف توصلوا إلى الإعلام أن يسخروه للهدم لا للبناء. الآن فكرتنا عن الإعلام أنه للتسلية،
أو لتأييد الحكام أو لغير ذلك. لا لا، ما هذا دور دور العالم الذي يعيش عصره ينبغي أن يعرف الداء والعلل ويعرف الأدوية المعاصرة الملائمة لعصره من خلال الكتاب والسنة. هذا صحيح، بارك الله بكم. طبعا سألت الأخت الكريمة عن موضوع الجهر بالنية. أختي الكريمة أجيبك، أنا طبعا بالنسبة لموضوع الجهر بالنية هو خلاف السنة، يعني النية محلها القلب، يكفي التوجه. لو سألنا صاحب هذا صاحبها أو هذا الإنسان، لو سألناه إلى أين ذاهب، قال أصلي الظهر. قال فطبعا من الأئمة من قال لا بد أن تقترن النية بهذا العمل، فذهب بعضهم إلى أن النية هذه تكفي. لو سألنا إلى أين أنت ذاهب، قال لأصلي، قال كفته هذه، بل لكن لا نجهر بها. وإن ذهب بعض الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان مصابا بالوسوسة يخشى من النسيان فجهر بها من أجل دفع ذلك، لا بأس بهذا، ولكن أصل في النية أن محلها القلب لا يجهر بها. دكتور عمر، الأخت التي سألت عن موضوع السبيل لتربية الأبناء التربية الصالحة، وذلك حتى يتوجه هذا الجيل ليكون فعلا جيلا يحقق رسالة الله أو يحقق الخلافة في الأرض. جاء رجل إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشكو من ولده، الظاهر أنه اتهمه بالعقوق، فأمر سيدنا عمر هذا الرجل أن يذهب إلى ولده ويأتيه به. فلما وقف بين يدي أمير المؤمنين عرض عليه سيدنا عمر هذه الشكوى، فقال يا أمير المؤمنين لقد عرفنا حق الوالد على ولده، فما حق الولد على والده؟ صحيح. وهذه من الأمور التي عالجها أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال حق الولد على والده ثلاث: الحق الأول أن يحسن اسمه، أن يختار أمه أو أن يستنقي أمه، والحق الثاني أن يحسن اسمه، والحق الثالث أن يعلمه الأدب والقرآن. فقال الولد والله يا أمير المؤمنين ما فعل والدي شيئا مما ذكرت. صحيح. اختار أمي امرأة زنجية وسماني جعل، وهو أجلكم الله ابن الخنفساء، نعم، وما علمني حرفا من القرآن الكتاب. وعلمني الأدب ولا علمني حرفا من القرآن. فسيدنا عمر ماذا لما عرف أن هذا الرجل هذا الولد يعني صادق في قوله، أخذ الدرة وأراد أن يضرب بها ذلك الأب، قال له قم فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. صحيح. الولد هو ثمرة الفؤاد، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. الأولاد هما ثمرات الدنيا، وهي وكما قال القائل نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. فالأولاد أمرنا ربنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن ننقذهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. أنت ترى ولدك يسقط في النار، ماذا تصنع؟ لو سقط في الدنيا لقامت الدنيا ولم تقعد عندك، فكيف تسقط يسقط ولدك وفلذ كبده في نار نار حامية يوم القيامة؟ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب الله وحب نبيه وحب أهل بيته. وعلمه وأمرنا أن نعلمهم القرآن، أن نعلمهم صحيح. الأدب والقرآن، لأن الولد سيكون لك شافعا يوم القيامة يأخذ بيدك إلى الله. وأما أن يأخذ بيدك إلى الله يعاتبك ويحاسبك ويقول يا ربي هذا وأبي لم يعطيني حقي، وإما أن يأخذ بولدك يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى ويكون لك حجابا من النار. صحيح، بارك الله بكم. فضلتم الحقيقة الأخت التي سألت عن قضية تربية الأولاد، يعني فقط هيك، يعني تربية الأولاد الحقيقة دور الأم دور عظيم جدا في تربية الأولاد على معاني معينة. الأم عاطفتها شفقة، كثيرا ما يعني تجعل هذه العاطفة تحرص على إبعاد الولد عن أي خطر، وهذا حق معها يعني لأنها أم. ولكن الأم إذا أخذت الموازين الإسلامية
وأخذت بقضايا الشرع والتزمت بها ودعت الولد إلى تبني هذه المعاني، فلها الدور الأكبر في تربية هذا الولد وتنشئة هذا الجيل. بهذه المناسبة أنا كلما أشاهد مناظر أبنائنا وإخواننا في فلسطين، عندما تجد الشاب اليافع 12 سنة وأقل وأكثر 15 و20 سنة يلقي الدبابة ويقابل الجنود الإسرائيليين بهذه الحجارة وبهذه، أي أم ربت هؤلاء الأبطال؟ أي والله هؤلاء كيف نشأوا؟ لا شك هذه هؤلاء الأمهات يعني عمال يعطوا النموذج والقدوة المثلى لكل الأمهات في العالم الإسلامي. هذه عندها مشاعر وعندها حرص وعندها خوف على ابنها، ومع ذلك عمال يقع الواحد تلو الآخر، والأمهات في كثير من المقابل يقول عندي كذا من الأول أنا مستعدة أضحي بهن كلهم. هذه التربية، يعني هذه التربية الحقيقة الأمهات لهن دور عظيم في تلقين الأولاد هذه المعاني العظيمة في الجهاد. بارك الله بكم. كلنا يذكر تلك المواقف البطولية من الأطفال الذين كانوا فعلا بحق أشبالا. عاد المسلمون بعد غزوة مؤتة، والغزوة معروفة، حيث ما كان هناك من التكافؤ ما بين المسلمين وبين العدو. عند ذلك استطاع خالد رضي الله عنه بعد أن استشهد 3 من الأبطال ولاهم الرسول تباعا صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية، أخذها خالد بن الوليد، والرسول سماه السيف، سماه سيف الله. وفي أيضا قول المسلول، وكلمة مسلول لعلها إشارة كما قال العلماء بأنه لا يموت في ميادين الجهاد فيبقى مسلولا إلى أن يستوفي أجله المقدر. فلما عادوا خرج الفتيان وهم أطفال براعم في الحداثة من العمر، أخذوا الحجارة يرجمون بها المسلمين ويقولون لهم يا فرارون، فالنبي أعطاهم مفهوما بل هم الكرارون، لأنهم كروا وما فروا، حيث أنقذ هذا الجيش القليل أمام ذاك الجيش الكبير المتلاطم بأمواجه. فيا إخواني، فعلا هذه التربية التي نقرأها الآن على صفحة الأبناء في فلسطين عام أوشك أن ينتهي أو مضى، وهم يقارعون أعتى العتاة بآلياتهم ودباباتهم وأسلحتهم الماضية بحجارة أو مجابهة. كم أكبر هذه الأم التي تذرف الدموع لو سألتها بين الألم وبين الفرحة إذ نالت شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل قضية المسلمين. هذه التربية، هذا اللون نحن بحاجة إليه، ونقول لسنا نحن من الذين ينسب إلينا الإرهاب أبدا، ولسنا نحن الذين ينسب إلينا الدمار والخراب، لا والله. الإسلام دين بناء ودين حضارة ودين قيم مع الناس. عاش المسلمون وغير المسلمين في ظلال هذه الأمة، ما انتهكت حرمة واحد إلا لما وضع الاستعمار قدميه على أرض المسلمين وأثار هذه النعرات الطائفية. هذا التاريخ الطويل يحدثنا عن العيش الذي عاشه المسلمون واليهود في ظلال الإسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ما عرفنا حروبا كهذه تشن إلا عند الذين حملوا بين جوانحهم العداء لهذا الدين، والعياذ بالله تعالى. حقيقة طبعا موضوع اجتهدت، قال فذلكم التقوى. الله أكبر. متى ما اتقى الإنسان ربه وراقب الله تعالى في السر والعلن، التقوى ثمرة أو شجرة تورث، كما قال ابن القيم رحمه الله، تورث المعارف والأحوال. وابن الوردي يقول اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلبه، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. صحيح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة يوصي عبد الله بن عمر ويقول يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق. صحيح. وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. الله أكبر. العقبة كؤود. ويسأل سيدنا رسول الله أبا ذر ويقول يا أبا ذر إذا أردت سفرا طويلا فهل تعد لهذا السفر عدته؟ قال كيف لا يا رسول الله؟ قال فكيف بسفر يوم القيامة؟ الله أكبر. صم يوما
شديد الحر ليوم النشور. الله أكبر. وصلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، إمام التابعين، لما سئل عن سر زهده في هذه الحياة، العلماء والدعاة لو تمسكوا بهذه الأخلاق والقيم والمثل لوصلوا ورفع الله ذكرهم كما رفع ذكر أسلافهم. صحيح. لما سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا قال: أربعة أشياء جعلتني أزهد فيها: علمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي، الله أكبر، وعلمت أن عملي لم يقم به أحد سوايا فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فكرهت أن يراني وأنا على معصية، وأيقنت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد إلى سفري ليلة صبحها يوم القيامة. بارك الله بك، بارك الله بك أخ دكتور عمر. طبعا نعيد النقطة لم ننتهي منها. الحقيقة أنا أتكلم كيف نعيد هذه الثقة، هذه طبعا التي تكلم بها الدكتور عمر أثلجت صدورنا وذكرتنا بحال الصالحين. دكتور مصطفى، الحقيقة إذا أردنا أن نعيد الثقة إلى العلماء، ثقة الناس بهم، ينبغي أن يكون العالم نفسه على مستوى المسؤولية، أن يتقوا الله في علمهم ولا يبذلوه بضاعة رخيصة، ولا يذلوا أنفسهم لعرض الدنيا. صحيح. أن يكونوا أعزة النفوس، كما يقول الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. الله أكبر. يعني العالم عزة نفسه، وعندما يدرك هذه الدرة الثمينة التي يملكها وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يبيعها بعرض الدنيا، لا ينبغي للعالم أن يبيع دينه بدنيا غيره. صحيح. بعض العلماء بكل أسف يحسبون على العلماء، أصبحوا جسرا لمرور غيرهم إلى الكفر لتحقيق غاياتهم ضد الإسلام. نسأل الله العافية. مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، أن يقول فتوى ليبيح لطاغوت يتصرف في دماء المسلمين وأعراضهم، أو يفتي فتوى يجعل أعداء الإسلام يتسلطون على المسلمين، أو غير ذلك من الفتاوى. فليتقوا الله في أنفسهم ويدركوا مسؤولية الكلمة التي يتفوهون بها. إذا شعر العالم بهذه المسؤولية وأعطى العلم حقه، فعندئذ بإذن الله ستعود الثقة إليهم، ويكون هم قادة الأمة الحقيقيون. وأذكر بهذه المناسبة الحديث الذي يروي الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذه مسؤولية العلماء. نعم. بارك الله دكتور مصطفى. دكتور عمر، أرى لك مداخلة. نعم. بالنسبة لهذه النقطة التي نختم بها حديثنا في هذا اللقاء اليوم إن شاء الله. أتذكر الآن قول صاحب الحكم رحمة الله عليه. نعم. صاحب الحكم يقول: يقارن بين العلماء وغيرهم، بين العلماء والأمراء، فقال، يقول: العلماء يحكمون على الأرواح، والأمراء يحكمون على الأشباح، وإن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الورى فلتحكم العلماء. ذكرنا شيخنا بالإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما مرض مرض الموت دخل عليه تلميذه الإمام المزني، وهو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، هو الإمام البويطي رحمة الله عليهم، قال: كيف أصبحت يا إمامنا؟ هذا كلام العالم، العالم اليائس من الدنيا، الراغب فيما عند الله. قال: يا مزني، أصبحت عن الدنيا راحلا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ولا أدري أنفسي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. الله أكبر. ثم أنشد: ولما قضى، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي،
جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان ربي كان عفوك أعظما. هذه الصلة بين العبد وبين ربه، بين العالم وبين خالقه، هكذا تكون الحقيقة. نحن لا نيأس. وقبل أن ننهي هذا الحديث، أرى الدكتور مصطفى كأنما يريد أن يختم هذا أيضا بكلمة أخيرة لو تكرمتم. بارك الله فيكم وبكم جميعا. أنا أنصح أيضا طلبة العلم وأنصح العلماء أنفسهم، طلبة العلم أن يحترموا أساتذتهم، فإن طالب العلم حتى يصل إلى مبلغ العالم يحتاج إلى تجارب، ويحتاج إلى وقت كبير، ويحتاج إلى جهد كبير ليصل إلى ما وصل إليه العالم. فلا يمضغ لحوم العلماء، فإن لحومهم مسمومة، لا يمضغوا لحوم أساتذتهم، فليحترموا وليجلوا علماءهم. إذا ما احترموا أساتذتهم سيأتي اليوم الذي تلامذتهم يأكلون من لحومهم أيضا. فأنصح إخواني طلبة العلم بأن يحترموا أساتذتهم، ليسوا معصومين، قد يكون هنالك خطأ، وقد يكون خطأ في الاجتهاد، ولكن يبقى الاحترام وتبقى الكرامة هي التي تقدم دائما بالنسبة لأساتذتهم وعلمائهم. وللعلماء أنفسهم، أنا أرى الدنيا أتفه من أن يكون هنالك بينهم منافسة على مناصبها، على متاعها، على أمورها. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا اختلفنا في وجهات نظر، لكل دليله، لكل اجتهاده إن شاء الله إذا كان أهلا للاجتهاد. فلا يسفه بعضنا بعضا أو يرد بعضنا على بعض إلا بأسلوب الأدب، ضمن أدب العلماء. صحيح. وتقدير بعضنا لبعض، فيكون من كل ذلك يكون سبب لإعادة الثقة بهم إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون، ما أروعها من كلمات استمعنا إليها وتوجيهات وتوجهات. نحن جميع محتاجون إلى أن نذكر بعضنا بعضا بهذه المعاني الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل مثل هذه الكلمة لعل الله سبحانه وتعالى يجعل مثل هذه الكلمات مستقرا لها في قلوبنا نحن المؤمنين، حتى نتمثلها في حياتنا، ونقدر من هم أكبر منا، ونقدر أهل العلم. الكبير يرعى الصغير، والصغير يحترم الكبير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام اللقاء أتوجه بالشكر للضيفين الكريمين والعالمين الفاضلين، فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم وفضيلة الدكتور عمر محمود السامرائي. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحماه قد تساوى كل فرد بسواه، يا أخي المسلم والإسلام دين للإله، بحماه قد تساوى كل فرد بسواه. فبلال كعلي ليس من فرق ترى، كلنا لله عبد وله تعن الجبال. فبلال كعلي ليس من فرق ترى، كلنا لله عبد وله تعن الجبال. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد، وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد، وتسامت بشعار قل هو الله أحد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان والله من دعا وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم والله.